على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر قلبي على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول وعذب الوتر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي قدر يا ود قلبي قدر النار أولها الشرر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول وعذب الوتر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر زي من ندى سامح جودة يا حاج ما قدرش ولدك شيطان جودة من صغره غلبان بس هو اللي غيره وشكاك والله لو بصيتي جوا قلبه هتتفزعي ليه لا مش هتتفزعي
ما انت قلبك زيه. ما تنساش انك قعدته مع خاله 5 سنين واخواله جداد زقوه المر. كلنا اتقسى علينا واحنا صغيرين، عمرنا ما خدناها حجه للشر. جودة اللي جواه اكتر من اللي براه. سامحه يا حاج عشان خاطري، ده غلبان هيروح فين هو وعيال؟ يروح في 60 داية. احب على ايدك يا حاج، احب على ايدك، احب على ايدك. خلاص خلاص، روح يا مندى خليه يقعد، بس لا اشوفه ولا يشوفني. حاضر، الله يخليك، الله يبارك فيك يا حاج. لاني لو شفته هقتله. حاضر حاضر، الله يخليك. هي العروسه لسه زمجانه؟ مندى نعم. روحي روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا محمد. صباح الفل يا احمد. عاوزك في موضوع اللي قلت لك عليه. ايوه. طب استنى بس ما نشوف الضيوف اللي جايين دول عاوزين ايه، بعدين نتكلم. ماشي يا حاج. تفضل. يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حق السلام. أخوي الحاج أحمد. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. ودخل إيه الدور ده؟ ما تعرفني يا حاج وعارف حسبنا، معارضة طبعًا. يا ولدي، هو في حد بيفضل على حاله في السياسة؟ ساعات اليمين يخش شمال والشمال يخش يمين. يعني معانا يا حاج إن شاء الله؟ طبعًا يا ولدي. لا حد يقدر يقول لا للتاريخ ولا يقدر يقول لا للمعارضة، هي دي المرحلة. الله يخليك يا حاج. شوف يا ولدي، لو أنا أو حد من عيالي مش داخلين الانتخابات، أنت أولى. وده عشمنا فيك برضه يا حاج. بارك الله فيك يا حاج. إحنا استخرنا الله ونويت إن أتقدم لانتخابات المجلس. سياسة يا شيخ زاهر؟ ليه؟ وإيه التعارض يا حاج؟ أهو نخدم برضه. الناس هتحبك يا شيخ زاهر. وسياسة زي ما انت عارف يعني فيها حب وكره والعاب. وفيها ايه الالعاب يا حاج؟ ماني كنت غاوي التربية الرياضية زمان برضو. انت حر يا شيخ زاهر، انت عارف اني احبك. وانا احبك اكتر، عشان كده اني جاي لك وعايز منك كلمة. شوف يا شيخ زاهر، طول ما انا او حد من عيالي مش داخلين الانتخابات، انت اولى. بارك الله فيك يا حاج، واحنا لا يمكن ابدا ننسى مواقف الرجال. الله يخليك يا شيخ زاهر. الله يخليك. وانك شايف الدنيا تقل وقرها، لا قيم ولا اخلاق. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. حتى الحريم لبسها اتغير خالص، اعوذ بالله. انت قلت للكل. ايوه، هندوا من فيهم يا حاج؟ هندوك انت يا سيادة النايب. ايه؟ انا؟ انا مش قلت لهم طول ما انا او حد من عيالي مش داخلين انتوا اولى، صح؟ صح. وما فيش اولى من اخويا. اخويا اولى مني ومن عيالي. بس انا مش عاوز. انت مش زهقان وعاوز تمشي وحاسس انك وحدك؟ ما فيش لمه ودوشه اكتر من الانتخابات. وانا اش فهمني في الانتخابات؟ اهو تسال، ضيع وقت، خش في حاجة جديدة وإن شاء الله هتنجح. بس أنا ماليش في السياسة. تبقى أكبر سياسي ومش منتمي الحزب. يعني مالكش أعداء. أنت تنزل مستقل، قبل ما تنجح ادي كلمة، بعد ما تنجح قول أنت تبع مين. تبع مين يا محمد؟ تبع الحكومة من الأول والآخر، هي اللي تقدر تخدم وإحنا مع اللي يخدم. هتتكلم كأني نجح ناجح، ايش ضمنك؟ ان شاء الله. بص، زمان قوي الانتخابات كانت نزيهه وكنا ننجح. جت فتره كده في النص كان فيها تزوير وكنا برضو ننجحوا. دلوقتي كله على عينك يا تاجر، اشراف قضائي، صناديق شفافه، يعني كله بالسد. يبقى ننجحوا اكتر. وممكن ما ننجحوش. سيب دي علي انا. بس يا حاج محمد، اللي زيك يا احمد هيكون غرضه ايه غير خدمه الناس؟
انت مش داخل عشان تتصور ولا تتداوب ولا تنام ولا عشان تعمل فلوس، صح؟ يا محمد انا مش مستعد. انت راجل شبعان من بيتكم، لا داخلها منظرة ولا فلوس. يا ابو والده مال انا ومال الليلة دي؟ عايزك تبقى نايم، فيها حاجة دي؟ ما تخش انت، ما انت عارف دخلتها كتير وزهقت. الدور ده عاوز اجرب اني انجحك انت. انا مش عارف اقول لك ايه. قول لا اله الا الله. بكره نقدم الورق. ترشيحك ده هيربك حسابات ناس كتير. جاي اقول لك امشي وانت تعمل كده؟ انا كنت عارف انت جاي ليه يا ولد ابوي. ايه؟ رشح اخوه؟ يبقى كلامه كان معناه كده. ده راجل كارهنا من زمان وعنده احقاد. الاحقاد دي انت اللي عملتها. الراجل طول عمره معايا كويس. كويس معاك؟ ويضحك عليك؟ عمره ما ضحك عليا. الراجل كلام واضح. طول ما انا او حد من عيالي مش داخلين يبقى كلمتي ليك. واخوه داخل. يعني نسيبه هو واخوه ياخدوا شقة السنين اللي فاتت؟ مين قال كده؟ هو بيلعب واحنا بنلعب. يعني الواد رجع وما رجعكيش يا فرحة؟ هو حر. هو حر كيه؟ يعني يرميكي من غير ذنب؟ هو مش عاوزني يا امه، حرمي نفسي عليه. خيري، مش هتوقف جنب ابوك وعمك في الانتخابات؟ لا عاوزين جارهم كانوا قالوا يا امه. ومن متى يا ولدي ست ابوك في حاجات زي دي؟ من زمان يا حجه، من زمان. وايه اللي اتغير؟ قوم قوم لف معاه. اللي عزنا روح له، غير كده لا. يا ولدي الناس هيقولوا عياله فين؟ عياله كتير. ما حدش فيهم زيك، كل البلاد عارفاك. مش هو اختار اخوه؟ خلاص يشبع بيه. وانت كنت عاوزها؟ عاوزها ولا مش عاوزها؟ خلاص يما قوم، والدور الجاي تخش انت. لا الدور الجاي ولا الدور اللي قبله. قوم البس وروح لف معاهم، محدش يسيب ابوه في حاجات زي دي. اروح معاه عشان عمي ينجح. وفيها ايه؟ انت شايفاها عادي؟ ايوه عادي. ولو ابوك واقف مع حد غريب هتوقف معاه؟ طب وهو هيوقف معايا متى؟ لما يلاقيك جنبه هيوقف معاك. طول عمري واقف جنبه يا اما، والاخر افتكر اني عاوز. يا ولدي البيوت فيها اكتر من كده. سيبيني في حالي شويه يا اما، سيبيني. اصل الحاج احمد عيد كتير، راجل خجول مش هيرد. اصل النايب اللي فات وعد الناس بحاجات كتير. انا مش هتكلم عن الناس اللي نازلين قصاده، ربنا يوفق الجميع. انا هتكلم على اللي فات. ليه؟ عشان نعمل حسابنا للي جاي. الراجل بدون ذكر اسماء وقفت معاه زيكم بالضبط في الدور اللي فات لحد ما نجح، ولولا وقفتي وكلمتي ليه ما كانش نجح. قبل ما ينجح قال دوشنا، هخدم الناس هخدم الناس هخدم الناس. خدمكم؟ شفتوه بعد ما نجح ما عملش حاجه؟ ده في الوقت اللي كان اخوي احمد وهو لا نايب ولا حاجه بيجيب حقوق الناس، كان سياده النايب في حته تانيه بعيد عنكم. ندهت النداه وجوا المجلس يا اما نايم يا اما هيتاوب يا اما ما جاش خالص، وتليفونه برا المجلس مكفول. جايبه لمين وليه؟ لازم واحدة ست اللي تطلبه عشان يرد. فكري ايه ده؟ يلا يا مناع وزع نمر الحاج احمد ونمر على الناس. وبقول لكم لو اتصلتوا بينا وما حدش فينا رد، تعالوا لحد البيت وخبطوا على الباب. ما فتحناش كسروا الباب وطلعونا من جوه بيوتكم. خدمة الناس واعرة، ويا اما النفر يبقى كده يا لا. راجل عامل زي الحربايه، مع كل لون تلاقيه هيقف ورا اخوه لغايه لما ينجحه.
وحيفضل ورايا لحد ما يجيب اجلي. الناس حواليه في كل حته يا ابوي، كان هو اللي مترشح. ما هو اللي مترشح صح، وهو ايه واخوه ايه؟ يعني ايه؟ يعني واحد بس. لما جات عند ابوك بقيت اتنين. وانت لازم موافقته، ما كنت رشحت نفسك وقمت بيها. وقوم بياكل واحد يا امن زي الناس، مش راجل زي انت يا دي. انت جنسك ايه اللي في راسك ده؟ ايه مخ ولا شويه ميه ساقعه؟ ايه انت دلوقت مش ترد على كلامي ولا لما مرجتش رد هتشتم؟ ارشح نفسي من نفسي؟ وفرضا رشحت نفسي كده هاخد اصوات مين؟ تاخد كتير. هاخد صوتك انت وامك وبس، وبيتهيالي برضو مش مضمون. يا ساتر، قد كده انت مكروه يا ابوي؟ لا، بس هو ليه في البحر طريقة، وفلوسه كتير ومجاملاته اكتر، ودخل المواد ده كذا مرة قبل كده. خلاص يبقى مدام مش موالك فض فض اجلك يا ياسر. انت هتكلمني كده كيف يا مركوب قديم؟ اصلك شايل الهم في حاجة انت مش كدها. ايش معنى؟ ويعني اخوه هو اللي كدها؟ ايش معنى؟ عشان اخوه. ما انا ولد عمه. الاخو ولا ولد العم؟ قوم قوم والله ما انت قاعد جيبني. قوم اخفى. بالنسبة للشيخ زاهر المترشح برضو انا ليا كلمتين. الشيخ زاهر راجل محترم، لكن احنا كمان محترمين، وطول عمره الدين فوق راسنا، ونمرة واحد جوانا هو الدين، من اصغر عين لاكبر راجل هنصلي جوا الجامع، وعارفين شرع ربنا، لكن عمرنا ما دخلنا في قلب حد ولا فرضنا حاجة على حد، وحرمنا طول عمرهم مسطورين. البردة البردة هتستر أكتر من الأشارب ده اللي طلع موضة. القلوب عندنا تعرف ربنا ومنورة قبل الجلبية والدقن، فمش معقول الشيخ زاهر هو اللي هيقول لنا نعرف ربنا كيف. ما تفهمونيش غلط، الشيخ زاهر راجل محترم وعارف ربنا صح، لأنه شيخ وطيب. ماله هو مال الانتخابات؟ لا مش عايزكم تضحكوا، لأن الشيخ زاهر راجل محترم وعارف ربنا صح، يعني من حقه يقول كلمة طيبة، يدي درس في الجامع، يحفظ العيال القرآن، يدي لله. ماله مال السياسة؟ السياسة واعرة لعب الدنيا، لازم تبقى زيها، مرة توديك شمال ومرة توديك يمين عشان توصل للمصلحة. وصدقوني الشيخ زاهر منافس أخوي، راجل محترم محترم محترم، كفاية عليه خطبة الجمعة. مفيش داعي يعكر صفو قلبه بالسياسة، السياسة عايزة نفر تاني، نفر يشق ترعة يبني مدرسة مستوصف. مين فينا عاوز اللي يقول له قوم صلي؟ احنا بسم الله ما شاء الله كلنا جوا الجامع قبل الاذان ما يدن. وزع الهدايا منا. حاضر، بكرة هرجعها يا مهران بعد ما ارجع.
هتتزوج ورايح على فين يا حماد؟ ايه يما هتزوج ليه؟ شايفاني بنت ولا ايه؟ لا راجل ماشي، بردك رايح فين؟ رايحين نلف في الانتخابات. ابوك قال لك تروح معاه؟ من غير ما يقول، خلينا نشوف البلاد والدنيا. جدع يا حماد، خليك مع ابوك. والله جو حلو، جو الانتخابات ده مولد وعزايم وكرايم ويفط، اصلا احب الحركه. المهم ما تبقاش زي العبد ابو قرش. يعني ايه يما عبد بقرش؟ يعني توري ابوك شغلك، مش تبقى زي العبيط رايح جاي كده وخلاص. ايه يما عبيط وعبد بقرش؟ قصدك ايه يعني؟ زمان لما كان في عبيد كان في عبد غالي وعبد رخيص بقرش. العبد الرخيص يروح يجيب الطلب في سنه ويجيبه غلط ويخسر سيده 5 قروش، يبقى مين احسن، ابو قرش ولا ابو قرشين؟ يما احنا دلوقتي في زمن الدولار، لا عبيد ولا قروش. خلي ابوك يشوف شجاك، فاهم؟ فاهم يا مندة. سلام. مندها رايح فين يا حاج محمد؟ عاوز ايه؟ امر. عاوز قرش. خد. لا قلت عاوز قرش. ما عادش في قروش دلوقت، لغوها. طب اقول لك رايح فين؟ رايح مشوار، ادعي لي. خدني معاك وانا ادعي لك. لف اركب. هيركب فين يا عم الحاج؟ هيروق. وماله يا ولدي؟ احمد معلش اركب قدام. أنا وصلت خلاص، نزلني هنا. نزل يا حمدان. عاوز حاجة يا حاج؟ ادعي لنا. رايحين بلد جنبنا عشان الانتخابات. أدعي لك تنجح. ادعي لأخوي. أخوك ربنا معاه. اسمك إيه مولانا؟ اسمي ناجح. الله أكبر، ناجح يا أحمد. ناجح اسم أنا. اسمي جميل ناجح. سلام، اطلع حمدان. استنى أنت أبو مرعي. مرعي الله يرحم الحاج أبو كامل وخيري وجودة وحماد يا ناجح. ولسه؟ لسه إيه؟ لسه فيه مرعي. الله يرحمه. الله يرحمه كيه وهو لسه ما جاش. انا شفتك قبل كده. خد القرش. ليه يا ولدي؟ طب هات، ربنا ينجيك وانت ربنا ينجحك يا ابو السلام عليكم. لله في خلقه شؤون. اطلع يا حمدان. بعد اسبوعين ان شاء الله يوم الانتخابات. انا جيت لكم النهارده مخصوص، وانا عارف ان البلد دي بالذات معظمها مع حسن باشا، وده مش عيب. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فوق الارض وحط على كتفنا الأمانة، والأمانة أتقل من الجبال وأصعب من النار، والراجل الراجل هو اللي يقدر يشيل الأمانة ويستحمل قسوتها ونارها. يوم الانتخابات عاوز كل واحد منكم وهو ورا الستارة قدام الصندوق يكون أمين مع نفسه ويحكم الأمانة، يا تكون راجل
وتقول الحق يا تكون اي شيء تاني. وانتوا عارفيني انا ما احلفش، لكن ربنا شاهد وعالم، لو احمد مش اخوي كنت هدي له صوتي. عارفين ليه؟ لانه امين على الامانه. واذا كان على الفلوس اقدر اصرف من هنا لحد الناس ما تستكفي، واذا كان على الرجاله والحريم يوم الانتخابات اقدر اطلع اللي انا عايزه وبس. بس انا مش عاوز كده، عاوزكم انتم تختاروا بقلوبكم اللي يفيدكم، لان القلب ما يكتبش ابدا. ودي يا نار اللهايب اصرخي بجنون، حواليا اعلي وامشي ورايا فين ما اكون. ودي يا نار اللهايب اصرخي بجنون، حواليا اعلي وامشي ورايا فين ما اكون. انا مش بجيد الحطب، انا بحرج الحكايات وبسد ديني اللي عيشني سنين مديون. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. للأسف يا جماعة حصل نزيف كبير جدا، عشان كده هنحتاج كمية دم كبيرة. احنا بنحاول نعرف مكان الرصاصة فين من القلب، بس المهم نعوض النزيف اللي حصل. خد مني الدم اللي انت عاوزه يا دكتور. خد مني انا، محدش هيدي ابوه دم غيري. انا اللي هدي ابويا يا دكتور. يا اخوانا الحكايه مش بمزاجنا، فصيله الدم هي اللي بتحدد. الحاج فصيلته او نيجاتيف، اللي دمه زيه منكم هناخد منه. احنا محتاجين كميه دم كبيره يا جماعه، ودي مش متوفره عندنا في الثلاجات، عشان كده هناخد عينه منكم. طب يلا يا دكتور شوف مين فينا ينفع ويلا. مش كده؟ امال ايه؟ فصيله دم ابوي زي دمي، وانا قدامه وهقول له ياخد اللي هو عاوزه. يا حاج خيري، الحاج على الاقل محتاج اربع اكياس دم، ومستحيل ناخدهم منك كلهم، ممكن توجع مننا. وانت مالك؟ اوجع اعيش اموت، ده ابوي. ايوه فاهم، بس مش مسؤوليتي ان احيي حد واموت حد تاني. وانا ما عايزش اعيش، ايه رايك؟ خلاص انا اخد منك جزء وندور في الثلاجات عن الجزء التاني. مضمنش دم اي حد تاني يخش جوه جسم ابوي. يوه مش وقت عناد يا خيري. لو عايزنا اكتب لك تعهد على نفسي دلوقتي اكتب. دي ما فيهاش تعهد يا حاج خيري. اسمع، ما تخلينيش اعمل تصرف اندم عليه. انت بتهددني؟ استنى بس يا دكتور، هو خيري بس زعلان على ابوه، يعني وقت حديد دلوقتي وراهي. يلا خلصني. ماشي ماشي يا حاج خيري، اتفضل ناخد الدم. خدوا دمانة، خدوا كل اللي انتوا عاوزين. وقعدي ساكتة ياما، حسك ما يطلعش. حسي؟ حس ايه يا ولدي؟ هو بعد ابوك بقالنا حس؟
بعد الحاج محمد مفيش يا اختي مفيش. يما اقعدي حرام عليك. طب دخلوني عنده. ما ينفعش يما ما ينفعش. وجدي فين دلوقتي؟ تمام يا حاج خير. ابوس يدك يا دكتور. خد كيس تاني. ارجوك يا حاج خير مش هينفع. ارجوك انا شديد والله بستحمل. الحاج فين؟ فين الحاج؟ اقعد اقعد يا بنتي. تشوف اوضه العمليات. ادعي لي يا بنتي. قدم تجيب الخير وقدم تجيب الشر ان شاء الله. ربنا مش حيدلنا فيك ابدا يا حبيبي. حزوها ملاهي فتوها كمان. يعني هعمل لك العملية. انت اللي هتعمل؟ انا دكتور ومعايا شهادة. ولا انت مستجل بيا؟ لا بس مش الاول تعرف الرصاصة فين؟ في القلب. في القلب كانت هتيجي في القلب. بس انا مديت يدي زحزحتها شويه بعيد عن القلب. مين اللي قلت لك دنيا تلاهي حزوها ملاهي فتوها كمالي؟ سيبه يا محمد يعمل لك العمليه ما تخافش. عمري ما خفت يا توحيد. عمري ما خفت يا بنت ابويا. انا كان هيعمل لي عمليه زيك كده وقلت لا. بس انت قدامك وسع. وسع فين يا توحيد؟ في الدنيا. دنيا تلاقي. سيبه يعملها لك يا بوي. يعملها يا بنتي. بس القلب زحم. في حاجات كتير. هيقدر يشوفها وسطيهم؟ ما انت مش عارف يا بوي. كل حاجة جوه القلب وليها لون. ايوه. ازيك يا مرعي؟ قلنا لك مرعي لسه ما جاش. افتح قلبك. خد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. استرها يا رب. دايله يا كامل. دايله يا أخوي. ربنا ينجيه يا جودة ويمد في أنفاسه. أنا مش عايز حاجة من الدنيا
غير ان اشوف واقف على رجليه من تاني. ايه اللي حصل يا ابو العم؟ الحج فين دلوك؟ الحج جوا في اوضه العمليات. ربنا ما يجيب لنا في حاجه وحشه. والله يا عم انت ما تعرف انا بعز اخوك قدير. عارف يا ابو زكري. لا ما تعرفش، سيبك من غيرة الدنيا وهم الأيام والليالي، إنما ساعة الجد أخوك والد عمي وأخوي. اهدى يا أبو ذكري اهدى. سبحان الله، جنب القلب بثلاثة سنتيمتر. خير الحمد لله، ربنا كبير وربنا يخليكوا لبعض. طيب هطمن عليه. لا مش هينفع دلوقت، سيبه يرتاح شويه. لا هينفع وهدخل. يا حاج خيري يا خيري بيه، بعدين في دماغ الصعيده دي. عمري ما حبيت حد قدك. كان نفسي عينيك ما تبصش غير عليا انا وبس. عشان كده انا غيرت من مرعي، غيرت جوي، لكن حبيته عشان حبك ليه. وعمري ما مديت عليه ايدي يا حاج الا كنت كل ما اشوفك تبص عليه النار تجي جواي، عاوز امسك في وشك واقول لك بص ناحيتي انا وبس. حتى بعد ما راح مرعي رجعت النار تجي جواي. عارف ليه يا ابوي؟ عشان مرعي لسه عايش، عايش جواك، واحنا متنا كلنا في عينيك. وديني جاي لك يا حاج النهارده وهحكي لك وهقول لك ايه اللي حصل يومي، يمكن تسامح. بعدين معك حاج خيري، وبعدين معاك انت كده مش بتحبه وانت كده بتموته. قوم اطلع بره لو سمحت وما تقوليش مش طامع. قوم وا
وحتسيبوا ابوكم كده؟ سيبوك ايه يا ابو ذكري؟ تعرفوا مين اللي طخوا؟ تتحركوا. نطمنوا عليه بس الاول يا عم ابو ذكري، وبعدين اي حاجه تانيه سهله. سهلك يا شيخ كامل؟ هو ضرب النار في سماح؟ حدش جاب سيره السماح دلوك؟ هيقول لك نطمنوا الاول. والله انا هاين عليا اجيب كل اللي كانوا في الصوان واموتهم. والله صح يا ولدي. عم ابو ذكري، السكوت من ذهب. خلاص هحط غويشه جوا حنك واسكت. واه ابوك داخل الانتخابات؟ يوه سيف. ايه ابويا شغال حاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فوق الاستاذ الوجع ده. فوقوه. حد يغيثنا يا ناس، كفايه علينا واحد حيبقوا اتنين. عليك يا محمد. سلامتك يا حاج. ابعد يا فرحة ما تكتميش على نفسه. سلامتك يا حبيبي. يا فرحة ما تكتميش على نفسه بقى. كلنا هنا يا حاج، كاملة منادها كلنا. الراجل هو اللي عمل العملية. الحمد لله على السلامة يا أغلى الناس. قوم يا سبع، ده احنا ملناش غير. سلامتك يا أبو كامل. الدرويش عرف يطلع الرصاصة. يا عيني هيخترف من الوجع. اسم الله عليه. الدكتور هو اللي عمل العملية. ربنا هو الدكتور. قرب يا فرح. يا عيون فرح. انت حامل. وتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم. أتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم. يا ولدي فرحنا بيها ومليناها عيال وحرير. وتريك يا دنيا بحر وإحنا كوبش تريم. ولدي وجرحك يشق، قلب الجبل راح يطق، ضاقت علي الطرق. ولدي قتل ولدي، حبس القلوب فيها سر، والسر لو طير يفر وسط الخلايق.
غير يسكت عشان ولدي، ده السر منو الكون وكل واحد له عاجل على مجنون. ضاع وسطهم ولدي، ضاع وسطهم ولدي، ضاع وسطهم ولدي. حجر الراحة يا خال ملوش حبيب وعزول، اطحنها نساء ورجال وزي ما تقول قول، ما يوقفش متدوران علشان فلان وفلان، اتملى يا انسان وانت يا شاعر علشان فلان وفلان، اتملى يا انسان وانت يا شاعر قول، انت يا شاعر قول واحكي علي.